بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتفرج على بعض زغاليل الحمام اللي طالع عندي اليومين دول، وفي حاجات مهمة عايز افرجكم عليها واعرفكم طبعا شوية معلومات مهمة كده عن فرخ الحمام. ففي البداية كده تعالوا نشوف الزغلولين دول يا جماعة زغلولين ولاد نفخات، تمام كده؟ وهتتفاجئوا لما تشوفوا الاهالي بتاعتهم على المواصفات اللي في الزغاليل دي ومواصفات الاهالي، تمام؟ بص كده معايا، بسم الله ما شاء الله، ده زغلول اهو طالع الكتفين سايحين مش مرسومين، تمام كده؟ الكتفين سايحين مش مرسومين. طيب اللون ده بيتسمى اللون الضن، ده عندنا احنا بنسميه حمام نفاخ باللون الضن. طيب تعالوا نبص الحتة التانية، زي ما احنا شايفين مع بعض كده، كتف كامل اسود، تمام اهو كتف كامل باللون الاسود، والكتف التاني مرسوم السبعة كويسة، تمام. وفرد الحمام يعتبر ايه؟ نفاخ اسود. طيب الحتتين فيهم طوق، تمام كده، ودي من مواصفات الحمام النفاخ الكويسة، والحتتين فيهم بصمة، والحتتين برضو ما شاء الله شراويلهم كويسة واحجامهم كبيرة، تمام. تعال نشوف الحتة التانية برضو، اهي فيها طوق حوالين الرقبة اهو، وفيها بصمة، وشراويلها ما شاء الله برضو جميله اهي، لسه كلها انابيب دم. طيب تعال اوريك بقى الاهالي بتاعت الزغلولين دول كده، عشان ايه؟ لازم تاخد معلومه مهمه من الفيديو ده. بسم الله ما شاء الله، اتفرجوا معايا كده يا جماعه، دول الاهالي بتاعتهم. طبعا صدمه، يعني ايه اللي ما بيفهمش في الحمام او مثلا ما فرقش حمام زينه هيقول لك ازاي يا عم مستحيل دي تبقى الاهالي بتاعت الزغلولين دول؟ ازاي الزغلولين هم والاهالي اهي، تمام كده. طبعا الدكر لونه ضن اهو يا جماعه، الدكر ضن من الذكوره الجميله اللي انا فارخها عندي، واهاليه جميله، يعني هو فرد حمام جميل، مستوى حلو ونفخه كويسه والوان مظبوطه، تمام. وطبعا النتايه اهي برضو من فرخي، مستواها كويس، تمام. لونها احمر، السبعه بتاعتها مرسومه، بص يا جماعه الظهر بتاعها اهو، السبعه مرسومه والطوق مظبوط، ما فيهاش بصمه، تمام. الحتتين مستواهم كويس، الحتتين ظهرهم السبعة مرسومة، شفنا عيالهم هم طالعين ايه؟ فرد كتفين سايحين اهو، الفرد ده الكتفين بتوعه سايحين اهم، تمام، سايحين خالص ولونه ضن، والفرد التاني كتف سايح وكتف مرسوم ولونه اسود، تمام كده. جه منين الاسود ده؟ هقول لك ايه؟ البطن قلابة. البطن قلابة يعني ايه؟ يعني الحمام هيفرخ معاك الحلو وهيفرخ معاك الوحش، هيفرخ معاك نفس اللون وهيفرخ معاك الوان جديدة، تمام كده. فدول الزغلولين طالعين سردة من حمامتين مستواهم كويس، تمام كده. هل معنى كده ان القص ده فرخ وحش؟ لا، هنجرب كمان عش واتنين وتلاتة، لقينا ان القص ده كل فرخه بيطلع وحش، يبقى بنعمل ايه؟ بنخلف او بنفصل الذكر والنتاية دول عن بعض، ونجوز النتايه دي لذكر تاني نجربها عليه، ونجوز الذكر ده لنتايه تانية نجربها عليه. ودي من الحاجات المهمه اللي انت لازم تتعلمها طالما دخلت في تربيه الحمام، لازم تعرف اللقو الصح، تمام كده. اللقو الصح بيجي عن تجربه، ان انا اجرب لقو الذكر ده على النتايه دي واشوف فرخهم عامل ازاي، ما عجبنيش اجربه مره كمان، ما عجبنيش اجربه مره كمان، ما عجبنيش، يبقى هما فرخهم مع بعض وحش، دمهم مش راكب مع بعض، تمام كده. نروح عاملين ايه؟ نروح فاصلين الذكر ده والنتايه دي عن بعض، وناخد الذكر ده نجوزه نتايه تانيه، وناخد النتايه دي نجوزها ذكر تاني، ونجرب اللقو مع حمام تاني. ان شاء الله هيجي في مره يصادف معانا لقو كويس، نستمر عليه على كده باذن الله. تعالوا برضو هنشوف حاجه من الحاجات الجميله، لما تكون بتربي حمام سايب في اوضه هتلاقي الموضوع ده عندك على طول. طبعا دي مكان هنا ما بين السلكات، ده مكان ما بين السلكات كان فاضي، فلقيت الحمام باض في الارضيه، تمام، فرحت حطيت له طاجن وحطيت البيض جواه، دول حمامتين زاجل اول شغلهم عندي يعني، تمام. فحطيت له طاجن وحطيت البيضتين جواه وقفلت بسلك زي ما احنا شايفين كده اهو، ده باب سلاكه قديم، فطبقته كده وعملته زي البيبان بتاعت السلاكات اللي هنا، وعملت لهم مكان كانه سلاكه، وطبعا حطيت لهم هنا ابلكاشه فوق اهي عشان الحمام بيطلع يقف فوقيهم وبيعمل زرق، فطبعا الابلكاشه دي بتمنع الزرق ان هو ينزل عليهم، تمام يا جماعه كده. طيب بص دول ما شاء الله اول عش ليهم، فلازم تسيب لهم البيض. لو انت بتفرخ وتحضن وعايز يبقى عندك قص تحضين محترم ممتاز، لازم اول عش ليه تسيب له البيض زي كده،
يرقد عليه ويطلع زغليله بنفسه ويكبر الزغليل، وبعد كده تبدأ ان انت تحط له بيض حمام زينة او حمام غزار او اي نوع حمام عندك انت عايز تفرخ منه انتاج مكثف، وتحضن منه بيض وزغليل. تمام كده، فدولك كده ايه اول زغلولين يطلعوا من القص ده، فلازم ان انا اسيبهم لهم يحضنوهم عشان بيكتسبوا الخبرة والحنية في تحضين البيض وتأكيل الزغليل. ما شاء الله زغلولين زواجل محترمين هم. تمام كده يا جماعة، رجع تاني الطاجن مكانه ونتفرج على حاجة تانية. بسم الله. عندي هنا برضو القص الزاجل التحضين ده، تمام، معايا زغلولين اهم في الطاجن. الزغلولين دولت يعني كان الحصى منسي تحتيهم، كنت ناسي الحصى تحتيهم، فجيت بعد فترة بكشف عليه لقيته قرب يفقس، ما كنتش عارف اصلا ان هم راقدين على حصاهم يعني، فلقيت الحصى قرب يفقس فسبته لهم. ما شاء الله طلع زغلولين اهم ما شاء الله من فرخ الحمام الزاجل التحضين اللي عندي. الاهالي ما شاء الله مستوى كويس يعني، الاهالي مستوى كويس، فالزغلولين ان شاء الله تطلع حاجه محترمه يعني. فلما بلاقي حمام تحتيه بيض، البيض مخصب ورايد عليه، ما برضاش ان انا ارميه طالما البيض عرق وبقى فيه جنين حي. تمام كده يا جماعه. طيب تعالوا، في هنا برضو نفس الموضوع اهو، الجزء ده معايا زغلولين اهم. الزغلولين دول تعالوا نشوف بس كده، نفتح الفلاش. الجوز ده معاه زغلولين اهم يا جماعه، زواجل برضو، جوز حمام تحضين اهو، تمام، زواجل معاهم زغلولين، زواجل اهم. طبعا دولت برضو ايه قصتهم شبه قصه القص التاني، دول كان معاهم البيض وانا كنت مفكر ان انا حطيت تحتيهم بيض حمام نفاخ ونسيت اكتبه، فخفت ان انا ارمي البيض يطلع ايه بيض الحمام النفاخ، فلما كشفت على البيض ولقيتهم خصب قلت خليه بقى ايه، طالما كده كده انا مش فاكر انا حضنت تحتيهم ولا لا، خليه. والحمد لله بفضل الله في الاخر طلعوا ايه زغلولين زاجل، فقلت برضو مش مشكله كده كده ايه الزغلول الزاجل ما بتخسرش يعني. تمام، فدول برضو زغلولين كده جايين ايه بالنصيب كده بالصدفه يعني. تعالوا هوريكم هنا حاجه برضو من الحاجات الجميله. دول يا جماعه قص حمام تحضين الدكر ده، ابن البخاره والنفاخ اللي كنت مهجنهم على بعض، ابنهم مباشر. تمام، ده اول فرخ طلع من البخاره والنفاخ مع بعض، ودي انتايه زاجل، دول انا عاملهم قص تحضين. تمام، فبرضه نفس القصه اللي هو ايه كان تحتيهم بيض وانا معرفش ان هم تحتيهم بيض، وعدى كام يوم كده وانا مفكرهم قربوا يبيضوا، فبكشف على البيض لقيته ايه، لقيته البيض مخصب ومعرق وفيه زغليل صغيره جوه البيضه، فسبت لهم البيض بتاعهم والحمد لله بفضل الله البطين فقسوا وطلعوا لي الزغلولين السود الحلوين دول. هتقول لي سود ازاي؟ هقول لك سبحان الله يا اخي، ما اعرفش، هو تركيب الالوان دي حاجه بتاعت ربنا، الذكر احمر اهو والنتايه زرقاء ازازيه اهي. تمام، طلعوا زغلولين ايه، زغلولين اسود. تمام، طب الزغاليل دي كده نوعها ايه بقى؟ اقول لك الزغاليل دي كده بلدي خلاص، بزراميت يعني، ما فيهاش انواع. طيب بص كده في رجليهم، فيهم زفاره شراويل اهي في رجليهم، زفاره شراويل، ريش صغير في رجليهم اهو. تمام كده، ريش خفيف في رجليهم، لان الاب ابن بخاره ونفاخ، والبخاره والنفاخ الاثنين بشراويل، وابوهم ايه طلع فيه شراويل كبيره اهي. تمام، فدولت ما شاء الله طالعين برضو فيهم زفاره شراويل، فدولت كده زغلولين ايه، زغلولين للذبيح والاكل، زغلولين يكبروا يبقى قص تحضين حلوين كده محترمين. تمام، ما شاء الله احجامهم كبيره، بص احجامهم عامله ازاي، ما شاء الله احجامهم كبيره، هم لسه صغيرين اهم بس احجامهم جامده. تمام، ما شاء الله، بص حاجه محترمه. فدول برضو يفضلوا كده عندنا ايه، زغلولين يطلعوا. تمام، طريحه زغليل تطلع للذبيح وللاكل، او تطلع مثلا ايه نوقفهم لما يكبروا يبقوا قص تحضين، نعتمد عليهم ان هم يحضنوا كويس. ما شاء الله الذكر طبعا حجمه عملاق، النتاع حجمها كويس برضو، فايه الزغلولين طالعين احجام كويسه. تمام كده، فدي برضو من الحاجات الجميله اللي بتحصل كده يعني بالصدفه يعني، حاجه مهمله وتبص تلاقي ما شاء الله يطلع لك حمام كويس. خلي بالك التركيبات دي كويسه لما يكون عندك ذكر حجمه كبير كده، واي انتايه بقى جمعيه بلدي لاحم رومي اي حاجه، وتجوزهم لبعض يطلع لك قص زغليل مثلا زي دول، يبقى حلوين قوي في الذبيح والاكل، وحلوين قوي قوي كمان في التحضين. لو انت عايز تحضن تحتيهم اي حمام سوبر جامبو، اي حمام احجامه كبيره يحضنه معاك حلو يعني، يحضنه نفاخ، يحضنه بخاره، يحضنه نمس،
يحضنوا حمام كينج، الكلام ده كله يطلع من تحت زغلولين زي دولك كده لما يكبروا ويبقوا اسطح تحدين محترم. تمام كده يا جماعه. وطبعا معلومه مهمه لازم تشوفها بعينيك، بص الزغاليل ديت سنها صغير ازاي. بس لما بحط الاكل للحمام في الطاجن الزغاليل دي بتقوم بتاكل مع الحمام الطاجن. تمام كده. ناس كتيره بتشتكي من ان الزغاليل عندها ما بتتفطمش بسهوله وما بتعتمدش على نفسها بسرعه. فالسر في الموضوع ده كله يا جماعه ان الحمام عندك يكون متعود على مواعيد للاكل. طالما عودته على مواعيد للاكل هتلاقي الحمام بيجري على الاكل والزغاليل بتجري معاه على الاكل في الميعاد بتاع الاكل. تمام كده. فهيبقى سهل عليهم ان هم يتعودوا ويعتمدوا على نفسهم ويتفطموا بسهوله. طيب عندنا هنا ما شاء الله ثلاث زغاليل اهم نفخات برضو، دول مفطومين. هتلاقيني هنا ايه بحط لهم الاكل بيجروا الثلاثه على الاكل وبياكلوا مع بعض. في ناس كتيره برضو بتشتكي ان الزغاليل عندها بعد الفطام ما بتاكلش كويس. هقول لك برضو السر في الموضوع ده ان انت تعود الحمام على مواعيد للاكل والاكل ما يفضلش قدام الزغاليل طول اليوم. طالما الاكل مش قدام الزغاليل طول اليوم بتحط لهم مره الصبح ومره اخر النهار، هتيجي تحط لهم الاكل هتلاقيهم بالشكل ده بيجروا على الاكل وبياكلوا كويس جدا 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 باذن الله. تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه واستمتعنا بيه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.